بكم جميعا. سوف نتحدث في هذا الأسبوع عن كيفية التحدث مع الأطفال عن العرق والتمييز. فموضوع العرق والتمييز يعتبر من المواضيع الصعبة جدا للتحدث عنها مع البالغين ومع الأطفال، ولكن نتعرض كبالغين للعديد من الأسئلة من الأطفال عن موضوع العرق والتمييز وعن بعض الأحداث التي تحدث من حولنا. فما هو أو ما هي الأساليب التي يمكن أن نستخدمها للتحدث مع الأطفال عن هذا الموضوع وبالطرق أو الطريقة التي تلائم نمو الأطفال؟ طبعاً جميعنا نعلم بأن الأطفال يبتدون بتمييز الأشخاص من وقت مبكر جداً، فمن 3 أشهر إلى 6 أشهر يمكن للأطفال أن يقوموا بتمييز الأشخاص من حولهم وأن يقوموا بتفضيل شخص معين عن الأشخاص الآخرين. وفي عمر 3 سنوات إلى 5 سنوات يقوم الأطفال بالتعبير عن نفسهم وعن تمييزهم للأشخاص من حولهم ولماذا يفضلون شخص معين عن شخص آخر. طبعاً في عمر 6 سنوات لوحظ بأن العديد من الأطفال البيض يقومون بتمييز أصدقائهم والأشخاص من حولهم في مجتمعهم باختلاف لون البشرة، فيقومون بتحييز أو باختيار أطفال ينتمون لنفس لون البشرة التي ينتمون لها وهم الأطفال الذين يمتلكون البشرة البيضاء والتحيز وللبشرة السوداء. فكيف يمكن لنا كبالغين أن نقوم بالتحدث مع الأطفال عن هذا الموضوع وآثاره السلبية وأيضاً بعض الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحصل للأطفال من خلال معرفتهم وتعاملهم مع أصدقاء ينتمون لألوان بشرة مختلفة عن بشرتهم؟ طبعاً أول الأساليب أو الأفضل الأساليب التي يمكن أن نستخدمها كبالغين للتحدث مع الأطفال عن هذا الموضوع الصعب جداً هو استخدام الطرق القصص والكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع. فهناك العديد من الكتب والقصص المختصة للأطفال التي تتحدث عن موضوع العرق والتمييز وكيفية بناء صداقات وعلاقات مع أشخاص ينتمون لألوان بشرة تختلف عن ألوان بشرتهم. من ضمن هذه الكتب هو Something Happened in Our Town أو حدث شيء في بلدتنا، وهذه القصة تتحدث عن طفلين أحدهما يمتلك بشرة بيضاء والآخر بشرة سوداء ويناقشان موضوع إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في مجتمعهم. طبعاً هذه القصة تهدف للإجابة على أسئلة الأطفال حول مثل هذه الأحداث المؤلمة، ولكن للأسف الأطفال يستمعون لهذه الأحداث ويرونها في وسائل الإعلام المختلفة وأيضاً عن طريق سماعهم للبالغين ولأطفال آخرين من حولهم تتحدث عن هذه الأحداث المؤلمة. فهذه القصة ستساعد الأطفال على معرفة العديد والإجابة على أسئلة الأطفال حول هذا الموضوع. أما الكتاب الآخر أو القصة الأخرى التي يمكن أن نستخدمها مع الأطفال فهي أنا ما يكفي أو I am enough by Grace Byers، وهذه طبعا القصة تتكلم عن طفلة تمتلك بشرة سوداء ولكنها ترى نفسها مرتفعة مثل الشمس وأيضا مشرقة مثل الشمس ومرتفعة مثل الجبال. فهذه القصة ستساعد العديد من الأطفال أن يشعرون باحترامهم لذاتهم مع اختلاف لون بشرتهم عن ألوان البشرة الأخرى من حولهم. هذه القصة مفيدة جدا للأطفال وتشجع الأطفال على احترام الذات وعلى احترام الأطفال الآخرين والبالغين الآخرين من حولهم الذين يمتلكون لون بشرة مختلف عنهم. طبعاً الكتب والقصص هي أفضل الوسائل التي يمكن أن نستخدمها مع الأطفال للتحدث عن العرق والتمييز، ومع صعوبة هذا الموضوع تقوم العديد من الكتب وقصص الأطفال بسرد هذه القصص بطريقة تلائم نمو الأطفال وأيضاً بتساعدهم على الإجابة على العديد من الأسئلة التي يمكن للأطفال أن يقوموا بأسئلتها. نرجو أن تكون هذه الكتب والقصص
مفيدة لكم جميعاً، وأن تستمتعوا بقراءتها مع الأطفال، وأن تساعدكم كبالغين على الإجابة على العديد من الأسئلة التي يمكن أن يتطرق لها الأطفال في هذه الأيام، وخصوصاً مع مشاهدتهم وسماعهم لبعض الأحداث المؤلمة التي تحدث من حولنا. ابقوا دائماً في سلام آمنين، ونرجو أن تستمتعوا بقراءة هذه الكتب والقصص، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. شكراً لكم جميعاً، وإلى اللقاء.